أهلا بكم إلى الحدث المصري، الحدث الأول الذي يشكل في مجمله مجموعة الأحداث التي تشكل الحدث المصري هو خرج من محكمة جنايات القاهرة التي قضت بأحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام على 32 متهما في قضية التمويل الأجنبي، وقضت أيضا بسنة مع إيقاف التنفيذ على 11 آخرين، وحل فروع عدد من المنظمات الأجنبية زي المعهد الجمهوري والأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي ومنظمة فريدم هاوس وغيرها. البعض أدان هذه الأحكام باعتبارها أحكام جائرة، والبعض الآخر رآها إنصافا لمن كان يطالب سابقا بالوقوف في وجه قضايا التمويل الأجنبي. قضية التمويل الأجنبي حظيت وقتها لو تتذكروا باهتمام إعلامي كبير، وذكرت فيها أسماء كبيرة أيضا من السياسيين ومن القضاء. وناقش هذا الموضوع في الساعة الأولى على مرحلتين، أبدأ بتلك المرحلة التي ترى في هذه الأحكام إنصافا لمن يتولى أو تولى السلطة في السابق باعتباره أنه تصدى لمسألة التمويل المفتوح.